هاي القضية خلت أولا تتضح هي خلت ولا تبطوط تركب تبطوط تهدور الشم هذه لا بتكفي ثبوت شمس اليوم. اليوم نهجم على خيمة بالبرابيش كيف ياسر قد تخرج لهم في تندوف وسكتوا عنه وكيف ياسر قد تخرج لهم في المخيم وسكتوا عنه. يا كارم ملي خالق اللي من ضمن الوقت العقل عن لا بد من قصاص فيه ضرب النسوة الكريمات عزل ما يلطمشي هباء وضرب الرجال قهر الرجال ظلما وعدوانا ما يلطمشي هباء وإلى مشى مرة من أجل السكوت من أجل مصلحة معينة ومن أجل الهروب على الخاسر ما يلطم تم سكوت عنه. السلام عليكم الإخوان حياكم الله معكم أخ ديالكم علي بريش دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة على الشعب المغربي العظيم. الإخوان نايضة في مخيمات تندوف بين الأزواديين اللي كيسكنوا مخيمات تندوف وبين قيادة ومسؤولين وقياديين وما يسمى مؤسسات البوليزاريو. باش نحطكم في صوب الموضوع، اليوم سكان مخيمات تندوف الصحراويين منهم الأصليين كيشكلوا فقط 6-5-4%، ما بقي أغلبية ساحقة ليسوا بصحراويين، أزواديين من شمال مالي من جنوب الجزائر من تشاد من نيجر حتى من موريتانيا. جابتهم البوليزاريو في الثمانينات والسبعينات عبر شاحنات ملأت بهم الشاحنات وطرحتهم في مخيمة تندوف وملأت بهم مخيمة تندوف وعادوا كيتسموا صحراويين كيطالبوا بالاستقلال والاستفتاء وتقرير المصير والمغرب احتلال. جابوهم بوعود قال لهم غتجيو معنا غتعمروا مخيمة تندوف غتعطيونا ولادكم والرجال اللي عندكم نحاربوا بهم المغرب العدو وملي غنستقلوا غندخلوا على الصحراء بممتلكاتها بالديور اللي فيها بالمدن الجاهزه اللي فيها غنطردوا المغاربه ودوك الصحراويين المغاربه ولا نقتلوهم واش غنديروا ليهم وغندخلوا على المساكن ديالهم نعطيكم ديور نعطيكم فيلات غتسكنوا في النعيم غتجبروا العيون الداخله مدن جاهزه حديثه وسكنوا بخير. هذه الوعود جابوهم فعلا غمضوا لهم العينين تعموا لهم العينين ومشاو كيحاربوا وكيتقاتلوا وكيموتوا وكيتسناو داك الحلم لانهم غيجيو غيسكنوا في العيون الداخله وبوجدور والسمارة ربما طابعين حتى في قرميم والطانطان واسا والزاك وبعض المرات كنسمعهم يقول لك نحروا حتى الرباط غنحتلوا. لا اله الا الله. هاد الازواديين اغلبهم جايين من شمال مالي تما كاين الحرب والارهاب كارهين الدنيا باش تجيب واحد من بلاد فيها الحرب والارهاب والموت والقتيل يوميا كيشوفها وتحطه في واحد الحلم على انه غادي يعطيه دار ولا فيلا ولا شي سكن في مدينه العيون راه أكيد ومؤكد غيدخل لك الحرب. فعلا دخلوا الحرب وما صوروا والو وجات المينورسو وسيناو على قانون وقف إطلاق النار وجا السلم وبقاو واحد الأزواديين تماك في مخيمة تندوف بدون شيء مرهونين. اليوم البوليزاريو وحتى الجزائري ولاو تقال عليهم لأنه هاد الأزواديين ولاو كيجيبوا عائلاتهم اللي كاينين في مالي كيجيو عندهم بلا وراق بلا جوج كيجيو كيخبوهم في الخيام حتى كيصيبوا لهم مراقب يصيفطهم صحراوي كيعطيو ديك البطاقه الهويه ديال الصحراء الوهميه ديال البوليزاريو. البارح ما يسمى وزيره داخليه البوليزاريو مريم متحماده اعطات الامر ميليشياتها لانها تقتحم على هاد الخيام ديال الازواديين خصوصا البرابيش قبيله البرابيش. هاد القبيله ما كايناش في الصحراء المغربي كاينه في مالي تشاد النيجر جنوب الجزائر. دخلوا وبقاو عليهم ديك ميليشيات البوليزاريو بالضرب والصليخ والتفرشيخ واعتقلوا منهم عدد كبير. واليوم خرجوا الازواديين منهارين غاضبين قال لك احنا البرابيش حتى احنا عندنا قرعتنا في الصحراء يعني حتى احنا عندنا نصيبنا في الصحراء. قالوا لهم انتوما اللي جبتونا وعدتونا ودخلتونا الحرب وعطينا ولادنا واستشهدنا وكذا يعني احنا ولينا صحراويين ولكن البوليزاريو ما كتعرفش بهذا الشيء حتى ان جيرانهم الصحراويين ديك الاقليه بغاوها فيهم. ملي كتجيهم دوريات ميليشيات البوليزاريو كتعطيهم العصا كيخرجوا العلايات اللي من اصول صحراويه اللي من الرقيبات كيزغرتوا بغاوا فيهم. اسمعوا هاد التسريبات حياكم الله ويحيي الشعب المغربي العظيم. لا يعني نتفاهموا بعض يا قار ما ندورو شي خاسر لا هذا اللي احنا لا من الشعب الصحراوي ذاك اللي بيعنا بيه شو بين اللي جابونا المسؤولين ذيك ساعه هم اللي جاونا في الاراضي وقالوا انه هاو ولا ينحروا كاملين ان شاء الله ونتقادوا في ذا اللي خالق معناه ان ذاك اللي
اقتنع ذيك الساعة، اقتنعنا قاع كاملين كنا جايين. مشات شوية منا، وعقب ذاك الزمن خلق فينا حرب، وما كنا تالبين وكاملين، كنا ماشيين كاملين صح، خلق فينا حرب وعدنا نموت وإله، عدنا مسكنين، بقى مرغب منا إله شوي، وقاموا الدول مالي يتقاسمون، كل دولة حكمت منش، احنا صحراويين عدنا من الساعة اللي طينا دمنا والحمنا في الجبهة، معناها ان نحن من الجبهة، الجبهة انحلت ماتت خالقة، من اين مشى شعب الجبهة احنا ماشيين معاه، وتو ذا قدو قاع وتو. اما اللي ينقال راه في موريتانيا مولي في بعض الاحيان، لا انتم مذكرين خطاب الرئيس الحالي هاي قال كلمة هاي الناس اللي تجي داخل وهاي اللي برابيش وكأنه ناعتها بمدنها لا بيش ما تمتلوا يسكنوا لا تخجلهم عنهم إلى عاد واستوطنوا موريتانيا عنهم خطارة بدي اللي قبض الجنسية الموريتانية وعاش فيها أكثر من شهر موريتاني واللي قبض الجنسية الصحراوية وانضم لمؤسسات الدولة الصحراوية وقاتل من أجل كيان الدولة الصحراوية صحراوي لا يلتو يخجل ولا يلتو يحشم ورا ذاك أنا أرض قاعد أعيش فيها لا كريم فيها منين تعود مولي كرامتي قاعد ليتنهان والله تنداس ألا ينعلبوها قاعد ينعلبوا ذيك الأرض هي واللي فيها ما نعيش قاعد تليت فيها ولا شي اللي خالعني راني نورق لا راني نورق راني نقيم حتى اللي نورق دفاعا عن كرامتي دفاعا عن وجودي أنا عنه هذا يالت المجتمع ويالت البلاد مش ذا تقعد له وتعرف تعرف ذا مستقبلا باش ليه تجاوبه كيفاش ليه ترد على راسه وترد عن ولياته وترد عن تركيه ما نقدر نعودوا الا انت مو هي البرابيش نحن موجودين نحن ياسرين نحن ذا كامل فالوقت اللي ينفصل فيه ما ينجبر منه شيء هذا مو صالح له يلا له يلا الكلام هون عام قاع نحن مقصودين به قاصدين به حتى روسنا نحن ما مقصود به حد من حد مقصود به المجتمع كامل في الجزائر في الصواد في موريتان في الصحراء في المغرب اللي ما هو صالح قلت عنه له يلا عنه ذا التشفي وذا اللي ظهر لانه اليوم ما حد القوى العموميه هاجمه وتبط تركه وتبط العليات ودقت البيبان عليات صحراويات من الرقيبات من قبائل ثانية هو كي ذكرتوا هذا ذكرتوا القوة العمومية هذا التحدي الزيني ويقولوا هاي ها وعجام هاي كذاش من عتبي هذه خيمة البرابيش وهذا دائما يصنتوا للبرابيش دائما ينقل في المخيم دائما ينقل ويسكتوا عنه هذا هو الموصالح ولا هو يلا ولا يلا تكبر البرابيش مشان تتفاوض والله ما تفاوض يلا ما يلا تسكت عنه ما يلا تسكت عنه يلا ترفض الكلام من هون ترفضوا تخمم فيه زين اللي نقول راهو عميق ومعمق الجرح بين البرابيش واهل الصحراء معمق وجاي من فوق الدولة مساهمة فيه ولا يلا تحد يسكت عنه ولا يلا تخليه ويلا تم ساكت عنه يتوجد الما هو أعظم البرابيش موجودة في المخيم البرابيش فيها شهادة في حرب التحرير البرابيش في النواحي والبرابيش مؤسسة في رص الجبهة وحاضرة لها كيف قبائل الصحراء كاملة شاركت في الثورة الصحراوية عن بكرة أبيها من شتى قبائل البرابيش وكيفهم كيف ذي قبائل البيضان اللي فن ولا يقد حد يزايد عليهم بشي والأرض للي عمرها والأرض اللي ضحى من أجلها والبرابيش معمرينها مع ذيك القبائل كيفهم كيف والبرابيش فيهم شهادة استشهدوا من أجل ذيك الأرض الصحراء كيف استشهدوا في موريتان وموريتانيين وكيف ذوك اللي دافعوا عن الزواد وزواديين الجنسية ما يحكر على عرق بعينه تجنس الانتساب الأرض للي خلق فيها وللي عمرها يا ذي النصارى كفار يخلق عندهم يشير يجي ممكنهم الجنسية لأنه خلق على أرضهم فما بالو كرقاج ميت له الجد الـ 12 رادهم في ذيك الأرض هذا ما يطلب نبي يسكت عنه ولا يطلب تمساهي عنه هذا ما هو مقبول ومرفوض احنا ذا اللي نقولوا ذا لأن عشناه ولأن من ذيك المنطقة مولين ولأن خلاقه في ذاك المخيم ولأن عشناه وشفناه وعشناه الصكيف تقول للناس في العظم وفي اللحم
لا يمت مسكت عنه ولا عين قاع على ذا الهجوم اللي خلق اليوم ونقدوا لا نصرطوها عن الدولة تلود ذا اللي تلود له دخلت على خيام قاع واحدين وكذا وذا هو العذر ردت وتلاو عندها واحدين هوك هوك تجس بهم النبط تلاو يرسلوا تسجيلات احنا لنا دراية بتراجع شوكة الجبهة وبضعف منظومتها الأمنية منذ رحيل الشهيد محمد عبد العزيز رحمة الله عليه قال ما يدفعوا الناس ثمنه فم ما فهم قوة منية فمشي من التريكات يتماشي دافع يدير الريسك بقى زوار الله يدير شيء لبسوا تري يقول يلا قي ماشي بط ايوه مستارق يقولوا عنها ما يليت ما لم زغرت هذا ما يلطو يخلق ولا يلطو حد يسكت عنه هذا اللي قلت انا ما فهمتوه قا ما قلت لكم يجي فاد انا ما قلت لكم عاكم تحوسوا ناس الصواد ولا تعطوها التراب قلت عن اللي منها شارك اللي منها شارك في الثورة ما يجد حد يمنع له حقه فيها وقلت عنهم منين يجوني قرباي من الزواد ما نقدر نقول لهم ما تسكنوهم ما هو عني ليه نعطيهم دار دير فدوها ولا عني نعطيهم قطعة من التراب عني ما نقدر ندويهم كيفاش انا قاعد في داري في الداخل اسمع تولد ايه وجوني اولاد عمي من الصواد قارج انا عبد الله قبال اسمع وقول ما بدي انتم ما تدخلوا هي اللي من الصواد هذه ما نقدر نقولها لهم يا غرده ما هم اعطى التراب وما خلق حد في تراب يختار يمرضها لا يشد عليكم قاعدة إلا أعطيتوا الصحراء كاملة واللي فيها واللي هم كذا أولاد اللي ما صواد يختاروا عنها صح أصواد أفنتوا اختاروا عنها فهمت حتى وقال لهم قبلية وقال لهم منافسة وقال لهم الناس معاهم أفي أحد كدر على حد ولا فيها أحد يقدر على حد ولا فيها أحد يقول له تيك الساعة أصلك زي من الساحل ولا جاي من الشرق ولا يقول له وصلك هرضا كوات الذهب وحنا هم ما هو ترابة هذه ما تسمعيها فم ولا ترايها أسمعك إيه خالد وكلها معروف منين جاي وكلها معروف أصلا أهله منين جايين وهم كذا و و و و هذا أولاد المولات اللي تقول أنت الصحراء ما يقدوا عليها قا ما لايحوا ما اللباطل قاع هذه ما يقدوا عليها قاع لا قاع أصل عنهم إلا أعطيتها لهم كاملة صنت إلي هو سموله وبذهبه وبعوته وبهذا يختاروا عنها ترابهم اللي هم فيها أسمعتوا ترابهم هي اللي هم فيها وقد لهم مضايقوا وخلقوا فيها ورباوا فيها ولا هيك عزوا لهم بدل الهبس هذا ما هو اللي هو تكلمت أنا فيه أنا ما قلت عنكم اللي تعطوا التراب قلت لا عنه حد أعطى الشيء في الثورة من الناس والله أعطى الشيء من أسمع عنه ما يجد حد يمنع من حقه ولا يجد حد يمنع من خلاصه فيها إلى رضاعة الدولة ولا يجد حد يمنع من حقه السكنة فيها ما يجد وعن أمالي بالنسبة له للصحراء عن اللي في صواد القبائل اللي في الصحراء هي قبائل في صواد كاملة يا غير ما قلت عنها تنعطى لها التراب وتي يا غير يكون انتم ولا يجوها ولا يدعموا ولا يجوها ويصوعهم يقولوا ما تقعدوهم بكم اللي اصلا ماكم من هون انت مسالك الا ثنتين الا تمشي معاهم وتسكن معاهم ولا تضيف ولا تسكنوا معاهم ايش تقول لهم؟ تقدر تقول لهم تمنعهم وتقول لهم ما تعدلوا ورقه هون ما تعيشوا هون ثم اللي هو عينكم عليه وما هو ليسك يا أخي الصحراء اللي انتم فيها ما باقيها حد معاكم لا تخلعوا ما إلى عاد فيها ذهبها ما عين حد فيه والناس هنا قدتوا لعينها فيه وبها اللامة قبليتكم وكثرة يعوذ بالله هو اسمه لكم هذا ولو كان ما هو ذاك ما تعود قاع الناس ميشي أسمعتوا وأولاد لي ما فهم منهم ما هو أولاد بويا علي وحدهم
حد ثاني منهم موهم الصحراء ذيك ما يقد عليها قاع ناس منهم ويجون فيها يسولكم قاع ما تقد عليها الناس الصحراء ذيك الصواد ذا كامل أصلا شيء من الصحراء يا غير ما هو قاد عليها ذا اللي قاع حاشلكم انتم معنا متم وقالع معاكم وعنا حوت هذاك لا يحكسي عند الناس ورواياتهم وناخة وتصابر نعم الله ما هو لا يحكسي عند حد ولا عتقانية قنا قناها ما قد جبروا حد ولا قد نطات لها لصوات كان المال يسلم لها لصوات ما قد حد أعطاهم قنا ولا قد ودعم اللي هم القبائل شاهم من ساحل المرفل من الخير وقسم عليهم ولا قد ترفضوا من عنده أكوابيع ولا قد ترفضوا من عنده شيء أنا اللي قلت عنه لا الصحراء كلام أهلها هذا عنها راح إلا نحن وحدنا عنها كذب عنها مفعولها لك في الدول كاملة وكيف التراب كاملة أفهمتوا إجبار الدولة السكان العصريين فيها يكونوا لا 17% ولا 20% ثاني كامل لا بران عليها قاعد فيها عنكم عن ذا اللي تقولوا ذا الكلام اللي ينقال عنه ما هو بلو أنا أولا قلت عن السؤال ولا سؤال محمد عنه ما هو بلو حد يسول حد يقول كان هلا صواد هما كذا شن هو دورهم وشن هما كذا هذا صواد اللي شمنهم هون اللي حد قايس 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 وذاك اللي منهم في المغرب في المغرب وذاك اللي منهم موريتان وموريتان والصواد اللي أتراب من البيضان ملانا من البيضان وطن وكبير عالم ملانا وأهله اللي فيه ما معاطينه ولا يكحزوا عنه عالم ملانا أسمعت والله بدأ ولا يختاروا يغير ام اللي خالق شي خالق ام اللي عند رقاش له يشوهلوا بي اللي تمون سكان صواد ما عندكم حق هون هذا ما ينقال ولا يتواسى اسمعت ما ينقال ولا يتواسى سكان تيمبوكتو سكان تيمبوكتو ري هون في التندوف هذي عندي انا قدر 30% منهم هون بديارها هون وجنسيات الجزائرية هون تيها وعنده جنسية زوادية هذا ما منع أحد هذا الضيق اللي واقع لكم انتوما اللي واقع لكم اللي انتوما واقع لكم وقاع لكم قاع ما فتحصلتوا على شيء الليل الحمد لله اللي المغرب ما انكم مالكين واموال تقولون ما يدخل حد هون ما يقعد هون ما يقعد قاع الليل الحمد لله ما انكم مالكين ما عندكم شيء ما مال تقولوا ما يقعد حد هون عدوا بالكم عنه لا يدخل حد فم ما هو داخل قيسكم انتم قيس المقرب هو اللي دخلوا لو كانوا عندكم انتم وراق وحدكم ما دخلوا حد ما نقولكم ولا تعدلوا شيء لانكم ما عندكم ولا نعرف كيف ساكنين في الدول البرانية عليكم تطلبوا جنسيات هذا انا ما قلته انا ما قلت انا اعطيه ترابة ولا قلته هذا اللي قال اولاد المولات ترى اولاد المولات يختاروا عن الصحراء فضم وفرقوا فيها المعلومات كانت 1147 وحام عليهم هم فرق الساس جاءوا مثل من قبائل انت ما تعرف التاريخ انا اعرف اولاد عمي هذا فانت فضلت وفرقوا فيها ومعهم اولاد سالم هون 1147 افنتوا ومات يرحم سيد احمد ديالي مات يقول نهارك نهارك الاولاد المولاد فرق الساس نعرفها عنده هذا ما تعلمنا احنا هنا تي هذا ما هو اللي تقول هذا لا دليل عن أهل الصحراء ما فتب عن القبائل فصواد ولاني كاذب عنهم ذيك القبائل اللي في الساقية الحمراء اللي فصواد كاملة ها سمعتوا رقيبات تسمى رقيبات ولا دليل فهم ولا دليل هذا صرقيين فهم صرقيين على مولانا يتلحسن فهم يتلحسن ولا تدرين ولا تدرين العروسيين فهم العروسيين أعلم والله ما فهم قبيلة ما هي فمتيها أسمعت وقبيلة باطل زينة ما ترى بيناتهم هذه الروايات تراب كنتم وذي تراب نحن وذا مكة ذا وذا مكة ناس متعايشة مبلغة ما عندها ذا أسمعت وإحنا كلها واحد ولا هي شو أنا ما قلت ما قلت عنه حد يبقى ترابه ويعطيها لصوات ما عينه فيها هي التراب احنا منها ما عينا فيها والله لنا قديها اسمعك ايه ما عينوا فيها شنو بيها شنو بيها شنو بيها هاي دورها شنو دور فيها
اي ناس خلقت فهم مربات فهم حق اصلها من العائلات كامله. يقال عندك انطلق عن اهل زواتها ومساكين من يجيهم خلق من ثم هذا الشراء وهم يشري الحية وشي يشري هو اسمه شي شيء من المغرب وشي شيء ما يقول ابدأ انت ما تدخل هون ولا تقبل قاعد هون ولا لا تدخل هون اتياها ما فس انا هاي عدلوا هل كم ماشيين به لعاد جاي عن طريق رسمية باسبور راح يدخل به جهة ثانية ولعاد باقي مولي يسنس يمشوا به لين هيسوك لك يعدل عندكم هم في اسبانيا يمشوا به يدفع وتوك انسياب طريقة ويقبض عن وراه جاي خاطر والله وقعت بعدين بضلوا يا جمال العظام.